اسرار عمل النسكافيه احسن من الكافيهات. هنعمله بالمية المثلجة، كوباية النسكافيه مش هتكلفنا اكتر من جنيه واحد فقط، وبرغوة كثيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة هنحتاج كوبايات حجمها كبير لان الرغوة بتكون كثيفة جدا. انا هعمله بالهاند بلندر، ممكن انتوا تستخدموا الخلاط العادي. اول حاجة هنحتاج السكر، السكر حسب الرغبة، وهنحتاج نسكافيه بلاك. الكيس ده بحوالي 80 جنيه، فيه حوالي 100 معلقة صغيرة، المعلقة واحدة صغيرة بتعمل كوبايتين كبار من النسكافيه او الكابتشينو. انا هاخد معلقة للكوبايتين، وكمان هحتاج نص كوباية صغيرة من المية الساقعة او المية المثلجة. وهخفق النسكافيه البلاك والسكر مية مع بعض بالهاند بلندر. ممكن الخطوة دي نستخدم فيها الخلاط العادي زي ما قلتلكو. شايفين الرغوة بدأت تتكون زي ما انتوا شايفين كده، ما بنخفقش اكتر من دقيقة او دقيقة ونص فقط. وخلي بالكو انا استخدمت مية ساقعة او مية متلجة مش مية سخنة. لو استخدمتوا مية سخنة الرغوة دي مش هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنصب الرغوة دي في الكوبايات. شايفين الرغوة كثيفة جدا وتقيلة ازاي؟ الرغوة اخدت حوالي نص الكوباية، عشان كده استخدمنا كوبايات حجمها كبير. عندكم دلوقتي خيارين، لإما تستخدموا لبن بودرة تدوبوه في مية مغلية، لإما تستخدموا لبن مغلي يعني لبن عادي مغلي خالص. انا هستخدم اللبن البودرة. هحط المية في نفس البطرمان اللي خفقت فيه النسكافيه، وهضيف عليه اللبن البودرة، وهخفقه برضو بالهاند بلندر عشان يدوب كويس. بعد كده هضيف اللبن السخن على الرغوة اللي حطيتها في الكوبايات، ولو احتجت شوية مية مغلية هضيف مية مغلية عادي خالص، مش هيحصل اي حاجة. بعد كده اقلبهم بالمعلقة شوية وبس كده. كده خلاص عملنا النسكافيه برغوة كثيفة جدا او الكابتشينو برغوة كثيفة جدا، وما كلفناش اكتر من جنيه واحد فقط، واحلى كتير من اللي بنشربه في الكافيهات. وبالهنا والشفا.